واجب الصلاة على محمد وآل محمد. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. تعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا وعلى محبة مولانا القاسم الثالث بأعلى أصواته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الميامين المظلومين المشردين لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقهم والناكرين لفضائلهم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء ويا مسلوب الحمامة والرداء ويا مذبوح من القرى إلى القرى يا من رأسه على الرماح علا ويا من حريمه من بلد إلى بلد تسبى سيدي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز معكم فوزا عظيما. إذا أردت أن تخوض في بطل فامضي فإن من الأبطال فيها وقفوا محامين عن دينهم وعن سنة الهادي التي قد سنها باريها فيهم نساء وشيوخ كبر سنهم وأطفال وشبان حلو معانيها فيهم القاسم بن المجتبى حسنين راح يحكي صفات الزكي بما فيها دخل الحياة غير مبال بكثرتهم وصار يغلب سافلها بعاليها بطل تورث من جده شجاعته أي تأتي إليه الكتائب فيفنيها حتى
كي يسوي سمعني وانت كنت قاعد بالاخير وين وياها
جنب قلبي والله ما حد يلومك مولاتي وما حد يلوم كل ام فاقده ابدا والله جرح جاسم بقلبي من يلمني وعلى مصابه من ابجي من يلمني من يلمني اسمع الام ايش تتمنى يما وعلى مصابه من ابجي من يلمني انا ردت لكبرتي يما انا ردت لكبرتي من يلمني خذا مني الزمان وقطع بي يا خذا مني الزمان وقضى يا عندك بعد رملة قالت الدهر للشيب خلاني الدهر للشيب خلاني ويبني وقلت باجي العمر يقضي ويا ابني ها والله وقلت باجي العمر يقضي ويا ابني ويا ابني انا ردت الولد يكبر ويا انا ردت الولد يكبر ويا ابني اللي بيات الكبر واقعد في يا اللي بيات الكبر واقعد في سئل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ما الاستعداد للموت؟ قال الاستعداد للموت هو إقامة الفرائض واجتناب المحارم واشتمال المكارم ثم أنه الإنسان لا يبالي إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه على محبة مولانا القاسم عطر الله لكم ذكر محمد وآل محمد من الأبحاث العلمية التي يحتاجها الإنسان على مختلف مستوياته الفكرية والعقلية ويحتاجها الشيخ الكبير وتحتاجها المرأة الكبيرة ويحتاجها الشاب والشابة وهو مبحث الموت أو أنه بالأحرى نقول الاستعداد للموت لأنه الموت في كثير من آيات القرآن الكريم الله عز وجل ذكر لنا الموت بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت كثير من آيات القرآن الكريم تتحدث لنا حول الموت وهنالك في أدعية أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم الإشارة إلى هذا الشيء أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه في دعاء الصباح يقول يا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء الإمام الصادق أو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليهما في كثير من الأدعية كانوا يذكرون الموت إمام الصادق عليه السلام يقول اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور يعني دار الدنيا ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة لدار الخلود وارزقنا الاستعداد الكلام حول الاستعداد للموت وارزقنا الاستعداد للموت قبل حلول الموت ولذلك أنه أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم كانوا يذكرون هذا الموضوع كثيرا الإمام الباقر عليه السلام ينقل عن جده أمير المؤمنين عليه السلام في مدة خلافة مولانا علي بن أبي طالب في الكوفة قال كثيرا ما كان يذكر الإمام علي بن أبي طالب الموت وخصوصا بعد أن ينتهي من صلاة العشاء الآخرة علي بن أبي طالب يرفع صوته ثلاث مرات مناديا الناس في المسجد
أيها الناس لقد نودي فيكم بالرحيم، لقد نودي فيكم بالرحيم، فتجهزوا بفاضل ما عندكم من الزاد، فإن خير الزاد التقوى. ولذلك أنه ينقل أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، اسمه صالح، الإمام الصادق سلام الله عليه كان يحدثه، يقول له يا أبا صالح إذا حملت جنازة، إحنا اليوم قلنا نرفع جنازة، الإنسان يريد يتقبل لو فات يرفع الجنازة على كتفه، يقول له يا أبا صالح إذا رفعت جنازة على كتفك فكن كأنك أنت المحمول، خلي روحك بمكانك، فكن كأنك أنت المحمول، وقد نودي فيك بالرحيل، أو كأنك سألت ربك العودة إلى الدنيا. والإنسان يقول لله عز وجل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، شنو يجي لله؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول لك فكن كأنك المحمول وكأنك سألت ربك أن يعيدك إلى الدنيا، فانظر ماذا تستألف من العمل. ثم يقول الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه عجبا لقوم حبس أولهم عن آخرهم وقد نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون. احنا هو قضية الموت، احنا الكلام حول الاستعداد للموت، ولا قضية الموت قضية ملموسة ومحسوسة، انه كل انسان اليوم كل يوم نوبة يودع امه، ونوبة انه تودع ابوه، ونوبة تودع اخوه، ونوبة تودع ابنك، اذا قضية محسوسة والموسة. ولذلك امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول كفى بالموت واعظا، خير واعظ للناس هو الموت. ولذلك الانسان اليوم اذا مات ابوه مات ابوه مات ابنه يقول بعد الدنيا ما تسوى، خل أجر قبل دبر ويا الله سبحانه وتعالى، مشي عدل على الصراط المستقيم، لكن يوم يومين يوم ثالث الفاتحة يرجع يضحك وكأنه ما صار شيء، صح؟ هذا الكلام هذا الواقع اللي جاي نعيشه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام جبرائيل نزل عليه، قال يا محمد صلى على محمد وآل محمد. قال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. إيش قد تريد تعيش؟ إيش قد الإنسان يريد يعيش؟ سنة سنتين 100 سنة 1000 سنة. نوح سلام الله تعالى عليه فقط أنه لبث في قومه إيش قد 950 عام، فقط أنه يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنه عمر نوح عليه السلام 1400 سنة وكسر، يعني 1450 سنة أو أكثر أو أقل. عندما هبط عليه عزرائيل سلام الله تعالى عليه قال لي يا عزرائيل أنت جئتني قابضا أم زائرا؟ قال بل جئتك قابضا، جاي أدعب ضربا. قال لي يا عزرائيل انطيني فرصة فقط أنتقل من الشمس إلى الظل، بس هاي الفرصة أريدها، وقبض روحي بعد ذلك. قال لك هذا انتقل من الشمس إلى الظل. قال لي يعني شنو هاي الفائده انتقلت من الشمس الى الظل؟ قال لي انا هذا العمر الطويل اللي عشته الان انتهى بهاي اللحظه، هاي اللحظه انتقلت من الشمس الى الظل انتهى كل العمر. ولذلك انه امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول انه اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. فإذا جبرائيل قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت تموت، واحبب ما شئت فإنك مفارق. شو تريد تحب؟ بيدب الباليوم؟ ها؟ تريد يصير عندك أموال؟ يصير عندك أولاد؟ لكن تفارقهم لما تفارقهم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقف على القبور، ماذا يخاطبهم؟ ما مضمون كلام علي بن أبي طالب، يقول فأما النساء فزوجت، اللي ما أخذ النساء 2 3 4 أخو ما ظلن قاعدات يتانا، أنت متت هنا أخو ما يموتن وياك، كل واحدة شاف الخريطة إلا هاي بعد تلقاها أنه قالت بعد ما أخذ رجل كلام آخر. أما النساء فزوجت وأما الأطفال فيتمت وأما الأموال فقسمت.
تدخل لفرقة هاي الدنيا كلها تدخل وراء المال وتجمع مال. الكلام أول شيء إلي أنا، يعني بالحقيقة أنه الكلام حول الموت هو موعظة. فأول شيء أنا أعرف نفسي، بعد ذلك أنه الكلام كل أهل البصرة رضي الله تعالى عليهم، هذه مجالس الإمام الحسين مجالس موعظة وإرشاد. فأول شيء أنا أعرف نفسي ونقول أنه يعني شايف نفسك أنه أحسن من عندنا مستعد للموت وكذا، لا أنا الكلام كذلك الكلام إلي. فإذا يوم من الأيام أنا كنت أقرأ مجلس، كان هم ليلة وفاة شخص أعتقد أنه أبوهم أو كذا، فسألفوا لي أنه أهل الميت قالوا وإحنا برجعتنا دفننا والدنا ورجعنا بغضان يتحدث علينا بأنها كذا سيارة تمشي سرعة وفيها اثنين، لكن اثنين يتحركون بالسيارة ودافنين وراجعين. يقول بعد ما مشينا طلعونا ومشينا وراهم وإحنا لقيناهم داخلين بتريلة واثنيناتهم ميتين. يقول بعد ذلك اجوا اهلهم جريب البصره، يقول وصلوا اهلهم احنا وقفنا، يقول طلعت انه القضيه هذول تو دافنين ابوهم وراجعين وكانوا يتحركون على الورد، تو دافنين الابو وراجعين كانوا يتحركون بالسياره يتحركون على قسمه الاموال. كل واحد يقول انا الي هالقد بصره وانا الي بيت الفلان، وندعموا اثنيناتهم وراحوا. فاذا امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول فاما الاموال فقسمت واما النساء فزوجت اطفال يتمت. جبرائيل يقول احبب 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 ما شئت فانك مفارقه، شو تريد تحب يا رسول الله تفارقه، واعمل ما شئت فانك ملاقيه. الانسان شنو يبغي ويا بس العمل. ولذلك يقولون انه كل انسان الى ثلاثه اخلاء ثلاثه اصدقاء. الصديق الاول يقول له انا وياك الباب البيت، الصديق الثاني يقول له انا وياك الحد القبر، الثالث شيء يقول له انا وين ما تروح اروح وياك. يعبرون عن الصديق الاول فهو المال، المال يقول له انا وياك الباب البيت، يعني الى انت متى تجوز تاخذ من عندي ماذا؟ الكفن فقط. بعض الاحيان ترى حتى الكفن ما ياخذ مين من امواله، يودونه للمغتسل وحطوه على دكه المغتسل، طلعوا الكفن مالته قالوا لا طلعوا الكفن مالته، ليش؟ قالوا عندنا اكفان ثواب، خلينا نكفنه بهذا الكفن اللي عندنا ثواب. فاذا رحل من الدنيا ولم ياخذ شيء معه من ماله. ايش قد خلف اموال كلها راحت. هذا الصديق الاول الخليل الاول. الصديق الثاني وهم الاهل. يقولوا له احنا وياك نوصلك لحافه القبر، هم ترى اذا حصلت والاهل مشوا وياك من لحافه القبر، نوبات انه الاهل يسلمون بواحد بيد واحد غريب ويروح يدفنه مو. ولذلك انه من المستحبات انه الانسان اذا مات كن يبقى وياه اقرب الناس اليه، يعني اذا مات الاب كن يبقى وياه ابنه اقرب الناس اليه. بعد ذلك الناس لما يرحلون هو اخر واحد يمشي عند القبر. احنا بمن نسلم؟ اكيد الناس المرضى، خلى على التراب. ويجوز بعض الاحيان انه اذا هذا الشخص سمين او كذا وبعدهم ما حافظين القبر عدل، هذا الدفان شو يقوم؟ يرقص به ويرتبه عدل بالقبر يخليه في ملحوظه قبره، مو؟ هاي ملحوظه هاي القضايا. فاذا الصديق الثالث الثاني يقول له الاهل، يقول له احنا لحافه القبر بعد فما ننزل وياك في القبر. الثالث وهو العمل. العمل يقول له انا تروح للجنه انا وياك، تروح للنار انا هم وياك ما اترك. ولذلك انه بعض الشعراء يقول اما لك في الماضين قبلك عبره بانك خلف الذاهبين ستلخب، وانك بالكاس الذي شربوا به، يعني كاس الموت، وانك بالكاس الذي شربوا به مهما طالت الايام لابد ان تذهب. قد تريد طول الايام بعد ذلك انت ترتحل عن الدنيا. فاذا على كل حال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسال احد المؤمنين يقول له من هو يا رسول الله اكيس المؤمنين اكثر المؤمنين ايمانا؟ قال له اكثر المؤمنين ايمانا اكثرهم ذكرا للموت، اللي يذكر الموت كثيرا هو اكيس المؤمنين. بعد قال واكثرهم استعدادا للموت، اللي يكون مستعد للموت هو هذا اكيس المؤمنين وافضل المؤمنين. ولذلك علي بن ابي طالب من سئلوه قالوا له يا ابا الحسن ما الاستعداد للموت؟ قال الاستعداد للموت هو اقامه الفرائض. وللانسان ماذا؟ يقيم الفرائض. ولذلك الله عز وجل لديه كثير من الفرائض.
لكن واحدة من الفرائض ما هي؟ الصلاة. وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بعض العلماء يذهب إلى أنه الصلاة الوسطى يقصدون بها صلاة الظهر، بعض المفسرين بعض العلماء. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن عدت عد ما سواها. يوم أمس تكلم لي أحد الشباب قال لي ما جاي تذكر الشباب، ما جاي تذكر الصلاة، ما جاي تذكر كذا. إن شاء الله نذكر هذه القضية، وهي موعظة الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه ليلة العاشر من المحرم، أنه كان هو وأصحابه كان لهم دوي كدوي كدويهم بين قائم وقاعد وراكع وساجد وبين تاليا للقرآن. ولذلك عندما يأتي زهير بن القين أو غيره من أصحاب الإمام الحسين قال لي يا ابن رسول الله أنا أحب أجاهل بين يديك وأقتل بين يديك، لكن دخل وقت الصلاة الفريضة فأحببت أن أصلي الصلاة معك ثم بعد ذلك أجاهد بين يديك. يقول رفع الحسين طرفه إلى السماء قال ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين. لذلك احنا اليوم بعض الناس ضيعوا الصلاة، صح؟ ضاعت الصلاة لو ما ضاعت، مو كلامي هذا، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لزم النبي حلقة باب الكعبة، قال لهم أيها الناس ألا أخبركم بأشراط الساعة، يعني علامات الساعة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من أشراط الساعة إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، يصبح الناس دينهم دنانيرهم وقبلتهم نساؤهم، تعلو السروج الفروج. يأتي زمان في آخر الزمان على أمتي على رؤوس نسائهم سنام كأسلمة البخت العجاب، ألا فلعنوهن فإنهن ملعونات. اليوم جاي يشوف الشابات لو ما شوف كل واحدة شنو حاطة فوق راسها؟ شكالة فوق هاي القفاصة حاطتها فوق راسها، هاي كأنها سنام البعيد ومو سنام البعيد. هذا نفس الزمان اللي جاي يتحدث عنه رسول الله كأنه سنام البعير، كل واحدة شوف فوق راسها مطولة سنام بعير فوق راسها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا هذا الزمان، ألا فلعنوهن فإنهن ملعونات. اللي تلبس هاي القراصة تسمع كلامي أو كذا، اللي الأب يوصل البنت، الأخ يوصل الأخت، الزوج يوصل زوجته، هاي حرام. وحدة تقول أنا الشال ما يقعد إلا خلي القراصة، ليش كان يقعد الشال قبل هسه قام ما يقعد الشال يعني من صار هاي القراصة دارة؟ هذا كلام الواقع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنه من أشراط الساعة إضاعة الصلاة. اليوم والله أنا بيني وبين كلام، اليوم إذا أريد نمشي للحسين عليه السلام، الناس بعض الشباب يقطعون مئات الكيلومترات، إذا مو عشرات الكيلومترات مئات الكيلومترات، يعني أنه يقطع على 300 و400 و500 ويجوز 600 وأكثر، يلا يوصل للمولى أبي عبد الله الحسين. يعني بعض الناس وين يطعون للنجف وهنو بيرجعون لمن؟ إلى الإمام الحسين سلام الله، يعني توصل بالـ600 وكسور، مو 600 وكسور أنه كيلومتر. والله أسئلك أنا هذا من تتعدى على الشادر وتلقى هذا النايم لحد الساعة 11 و12 الشاش اللي مضيع الصلاة، أنت لمن تمشي للمولى أبي عبد الله الحسين؟ لمن أنا أمشي؟ الحسين عليه السلام اللي أنا متعني لكون أنا ورايح لعارفاً بحق الحسين عليه السلام، صح؟ من زاد من جاءني زائراً عارفاً بحقي. يعني الإمام الحسين من يقول أنه من زارني زرته، ها؟ ولو كان في النار أخرجته. إحنا نروح للإمام الحسين ما مصلين ولا صائمين، إيش ننتظر الإمام الحسين يطلعنا من النار يعني؟ خاف تسمع لك خطيب أنا أو غيري من يقول أنه من بكى على الحسين عليه السلام فخرجت من عينيه دمعة غفر الله عز وجل له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر، يعني معناتها إذا ما يصلي الله عز وجل يغفر ذنوبه، إذا ما يصوم الله عز وجل يغفر ذنوبه. ثم أنه هذا الإنسان ما أدري يمتى يمشي، ما أدري يمتى يوصل للحسين عليه السلام. إذا أنت جاي تمشي مستمر يحتاج لك من البصرة، إذا تمشي سريع توصل 11 يوم 12 يوم، اللي يمشي على كيفه يوصل 14 15 16 ناسك نوبات 17 18 يوم يلا يوصل. إنزين هذا إذا ينام من المغرب أو من الظهر
اليوم ثاني الظهر نايم، هذا كم يوم يوصل للحسين عليه الصلاة والسلام؟ كم يوم يوصل؟ ما أدري، هذا يطلع من بداية شهر محرم ويوصل بعد الأربعينية، بنفس يوم الأربعينية أو قبل الأربعينية بيوم هو نايم بعد ما واصل الخان المسلم، يعني هذا يمتى يوصل للمولى أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام؟ فإذا شوف القضية، إنسان يكون عنده يهتم بمن؟ بصلاته، أو بعض الأحيان ما نقول الشباب كلهم ما يصلون، لا، أنه نتكلم عن البعض، يعني الأرض خليت قلبت، الله عز وجل ماذا يقول في حديث قدسي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له يا أحمد لولا شباب خشع، أكو كم واحد شاب خشع لازم سبح تبيده ويجون المأتم الحسين ونعم يكون على الحسين ويزورون الحسين ومحافظ على صلاته وعلى صيامه وعلى كثير من الفرائض، لولا شباب خشع وشيوخ ركع، كم واحد شيخ نعم يذكر الله عز وجل، وبهائم رتع وأطفال رضع، لصببت عليكم العذاب صبا. والكلام، إذا وجود الشاب، وجود الشيخ الكبير، وجود الطفل الصغير، وجود البهيمة أو غيرها، هؤلاء ماذا؟ هم سبب لعدم نزول البلاء علينا. فإذا ربما تلقى لك شاب يصلي، لكن شاب يصلي ما يعرف أنه يصلي، ما تعرف قيامه من جلوسه من ركوعه من سجوده، يعني أنه يمتى يقرأ يمتى يذكر يمتى يركع يمتى يسجد ما تدري. ولذلك يعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب، كأنه الغراب، نقر كنقر الغراب. يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسجد وشاف لفت واحد من المسلمين إذا صلى، لكن هذا صلى راكع وساجد وقائم وقاعد، ما عرف شو يقول هذا. ولذلك أنه العلماء شو يقولون؟ يقولون أنت إذا بديت وقفت لازم أكو استقرار، الإنسان واقف مستقر، مو نوبات إنسان لا واقف مستقر. في حال القيام ذكر السورة، ذكر الفاتحة، بعدها السورة، بعد ذلك إذا يريد يهوي علما إلى خضوع، من ينتهي من سورة التوحيد أو غيرها، مو بعد ما خلص من التوحيد وراح للخضوع، لا، خلص من التوحيد قل ولم يكن له كفوا احد، بدا ايش؟ ينزل للركوع، سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا الذكر الواجب. من تقول سمع الله لمن حمده، والله كم واحد يشوفه يصلي يصير عنده هذا الركوع، يصير عنده هذه الاستقامه، كم واحد يصير عنده استقامه؟ لو بعد انه سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سيد صح لو لا؟ إذا كان الإنسان متحمس اسأل العلماء، قل لهم صلاة صحيحة أو باطلة؟ يجدوا لك إذا متحمس صلاة شبيهة باطلة. بعد ذلك أنه مسألة لابد أنه أشير إليها، أن إذا نتكلم حول قضية الفقه وكذا، يحتاج أنه أيام وليالي ما يخلص المجلس. لكن إشارات إلى بعض القضايا، خصوصا إذا كان واحد مقلد السيد السيستان، عندها هو جلسة الاستراحة يسمونها. جلسة الاستراحة يمتى تكون؟ عند اختيار وجوبي، يعني يقول لك إذا تقلدني واجب عليك تسوي؟ تجيبها، أنت ما تريد تقلدني روح قلد غيري أعلم فلا أعلم. شنو هي جلسة الاستراحة سيدنا؟ قال جلسة الاستراحة تكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، وإذا كانت صلاة الصبح أو صلاة المغرب في الركعة الأولى. يمتى موضعها جلسة الاستراحة؟ إذا الإنسان خلص من القراءة وركع سبحان ربي العظيم وبحمده، رفع رأسه ونزل علما للسجود، مو سجد السجدة الأولى سبحان ربي الأعلى وبحمده، بعد ذلك شو يسوي؟ يقعد الله أكبر، بعد ذلك يجيب السجدة الثانية سبحان ربي الأعلى وبحمده، راح يقعد مو الله أكبر، هنا من تقعد الله أكبر لا تقوم رأسه، يسمونها جلسة الاستراحة. شو تسوي؟ على الأقل تبقى قاعد شوي مستراح، على الأقل كون الذكر هذا تجيب أستغفر الله ربي وأتوب إليه، بعد ذلك تنهض علما بحول الله وقوة تجيب الركعة الثانية. إذا واحد ما جابه على تقليد السيس الثاني صلاته فيها إشكال. شلون المسألة؟ هاي كانت بالركعة الأولى، بالركعة الثانية لا بها تشهد. الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة رباعية أيضا أحتاج بعد السجدتين علما إلى جلسة الاستراحة، ثم بعد ذلك القيام إلى الركعة الرابعة.
صلوا على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى الشباب يعني يكون أنه الصلاة تكون مضبوطة بتأني قراءة بتأني إيش أنه فقلت لك أنه النبي صلى الله عليه وسلم من دخل واحد للمسجد قام قاعد راكع وساجد طقطق الصلاة على مفهومنا وقام النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا وسولف للمؤمنين اللي كانوا المسلمين اللي واقفين قال لهم إن مات هذا الرجل على هذه الصلاة مات على غير ديني مات على واحد يقول يصير صلاتي انا عرضها مقبوله لو ما مقبوله؟ نقول له نعم الامام الصادق شو يقول؟ قال له ولد عرض صلاتنا مقبوله من ما مقبوله؟ قال له نعم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا صلاتك نهتك عن الفحشاء والمنكر فاعلم انها مقبوله واذا ما نهتك عن الفحشاء وعن المنكر اعلم انه صلاه غير مقبوله ولذلك حديث الامام الصادق سلام الله عليه ليس لك من صلاتك الا ما حضر فيها قلبه احنا بطلت قد نصلي اقول واحد نسفت شغله قال له الشغله وين خليتها؟ قال لهم والله بحثت في كل مكان ما لقيتها قال له دورها زين قال لهم بعد ما القاها يعني ما جاي تتذكر قال لهم ما تذكر قال لهم لكن بعد شوي اذا رحت الصلاه اتذكر وين حاضر ها؟ اذا رحت الصلاه اتذكر القاعد بالمحل يتذكر انه اليوم ما باع يمتن بالصلاه مو؟ اللي مضيع لفلسفه وقضيه يمتى يتذكرها؟ بالصلاه، لو كان عندنا حضور قلبي نتذكر امور الدنيا ها؟ امير المؤمنين قلت لك الامام الصادق يقول ليس لك من صلاتك الا ما حضر فيها قلبك، يعني الصلاه اذا ما حضر فيها حضور القلب صلاه فيها؟ ما مقبوله. هذا الكلام بالنسبه للرجال، احب اشير شوي بكلام قليل للنساء. لازم نذكر ما دام ذكرنا الشباب نذكر النساء. اليوم النساء خلينا نذكر حديث علي بن ابي طالب سلام الله عليه. بعض النساء شكلا على علي بن ابي طالب، اشكلا علي على حديث علي بن ابي طالب سلام الله عليه. قال النساء ناقصات العقول، ناقصات الدين، ناقصات الحظ. اجن النساء شكلا على علي بن ابي طالب. قال له يا ابا الحسن انت تقول النساء ناقصات العقول، ناقصات الدين، ناقصات الحظ. شيني ليش تتكلم على النساء؟ مو حاله حال الرجال؟ ليش ناقصات العقول؟ قال لهن اما ناقصات العقول شهاده نساء اثنين عن ايش قال؟ عن رجل واحد. هاي ناقصات العقول. اما ناقصات الحظ فانت للنساء حصه اثنين من عدشن عن حصه ايش قال؟ زلمه واحده بالنسبه للرجال. هاي ناقصات الحظ ما عدشن القضية الثالثة ناقصات الدين قال له زين ناقصات الدين يعني شنو ما جاي نذكر الله؟ قال لا ذكرا الله لكن إذا جاء إلى إحداثنا الحيض تركت ذكر الله عز وجل. ها؟ وحدة تقول يعني إذا أنا حائض أروح أصلي قال لا الصلاة سقطت عنك الصيام يصدر؟ الصيام ما يصدر لابد أنه المرأة شو تسوي؟ تقضي الصيام لكن الصلاة؟ الصلاة بعد ما تقضيها. لكن نقول الامام علي سلام الله عليه يقول اذا جاء الوحده اذا جاءها الحيض كل ما تنسى الله عز وجل انت صح لكن روحي وقت الصلاه توضي انت على الاقل شو تكون عندك طهاره لكن انه الطهاره ما يصير تصلي القران يصير تقرا اي نعم يصير تقرا المراه ما عدا سور العزائم ما تقرا تقرا القران تقضي السبحه وسبحي تسبيح الزهراء عليه السلام وقت الصلاه ذكرت الله عز وجل لو ما ذكرتي ذكر الله عز وجل كثيرا هو بتسبيح الزهراء سلام الله عليه ليش اليوم النساء اذا وحده جابت 40 يوم هي ما تصوم ولا تصلي وين عندنا نفاس 40 يوم لازمات فقه العجائز مو 40 يوم مره ما تصلي ولا تصوم هاي الصلاه واجب عليها تقضيها لو لا الصيام واجب عليها تقضى واجب عليها تقضيها لو لا واجب عليها تقضيها لكن تعالي المرأة وين تعارضت أمور دينها وين تعارضت أمور دينها أي دم ينزل على المرأة إيش قالت قالت هذا حيض أي دم ينزل على المرأة قالت حيض بينما أنه كل دم ينزل على المرأة حيض أنه هنالك عدة من الدماء تنزل على المرأة دم البكارة ودم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة هذا كله ماذا؟
دي ما تنزل على المرأة، وكل واحد الله عز وجل خلى به مواصفات، كل وحدة تعرف المواصفات أنه هذا حيض واستحاضة. يعني وحدة إذا 40 يوم 30 يوم هي ينزل عليها دم، غير تشوف هذا الدم مطابق علما استحاضة لو هذا حيض. إذا كان حيض، الحيض أقل 3 أيام وأكثر أزيد 10 أيام. وإذا كانت استحاضة وتجي تفحصنا بسها، تخلي بطنة وتفحصنا بسها وترفع رجلها وكذا، أمور موجودة في الكتب الفقهية. كون أنه تفحصنا بسها شوف هاي الاستحاضة قليلة، إذا استحاضة قليلة يعني البطنة بنتخليها في فرجها فقط متلوثة متطوقة بالدم، هاي فقط شو تروح تسوي؟ هاي تتوضأ وتصلي، ما عليها شيء. بعد ما تترك الصلاة ولا تترك الصيام، إذا شافت البطن انغمست لكن ما تعدل خارج الدم، هاي واجب عليه تسوي باليوم تغتسل غسل واحد، وبعد ذلك كل صلاة تتوضأ لها. واضح؟ هاي بالنسبة للاستحاضة المتوسطة. أما إذا خلت البطن وشافت البطن انغمست والدم يخرج إلى خارج فضاء الفرج وخارج البطن، فهي واجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. تغتسل لكل صلاة، يعني صلاة الظهر والعصر كم غسل تغتسل؟ تغتسل غسل واحد إذا جمعت بين صلاة الظهر والعصر. واضح؟ لكن إذا وحدة قالت لا أنا الجدر على النار، اجيت صليت الظهر رحت حست الجدر ورجعت حتى ولمن للصلاة، يقولها واجب عليك وحدة تغتسل غسل ثاني وترجعين. وحدة تقول أنا صليت صلاة الظهر ابني بكر ضعته وهنا ورجعت الصلاة، قلها واجب عليك الحين تغتسلين شري غسل ثاني وترجعين لمن تكملين الصلاة. والله هاي الامور هي فاقه من النساء ويغضب من الرجال هم فاقه هاي الامور على متعلم ماذا؟ النساء. قل انه على الاقل اليوم احنا اذا نروح نبحث بالبيوت يغضب نلقى انه ذاك من ذاك اللي نلقاه عنده رساله عمليه في بيته. اليوم رساله عمليه ما عندك ببيتك للمرجع اللي تقلده؟ صارت قضية التقليد، يعني عندك بابي على جيراني، أنت تقلد من؟ قلت له أنا هم أقلد وياك، أبوي يقلد من؟ قلت له أنا هم أقلد نفسك. لا عمي روح ابحث عن المرجع الأعلى، ابحث عن كذا وقلد المرجع اللي يستحق أنه الإنسان يقلده، على يكون أعلم. وهناك كثير من الشروط في مرجع التقليد. هسه إذا ما موجود كتاب عندك بالبيت، اليوم هم موجود نقال، وش تريد تبحث؟ هم موجود من نقال مو. لكن نجد أنه الناس أكثر الأمور الفقهية، أنا بالحقيقة أنه طولت عليه والمجلس بعد فيه أنه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه قال أنه الاستعداد للموت، إقامة الفرائض واشتمال المكارم واجتناب المحارم، ذلك كثير من الأشياء التي الإنسان يكون فيها مشتملا على المكارم. واحدة من الأمور التي يشتمل فيها الإنسان على المكارم هي حسن الخلق، التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بعثت إلا لأتمم مكارم الآخرين. الله عز وجل يقول عن النبي وإنك لعلى خلق عظيم. هذه واحدة من المكارم. بعد أفضل المكارم هي أنه نيل الشهادة، ولذلك تجد أنه الشهداء الله عز وجل فضلهم على غيرهم. لكن أنه فيحنا في ذكرى القاسم سلام الله تعالى عليه، ما هي الأشياء التي جعلت القاسم أنه مكرم ويذكر إلى حد هذا الزمان؟ بعض العلماء يقولون شيئان. الشيء الأول هو ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين عليه السلام عندما نظر إلى أصحابه بعد أن بلاهم وامتحنهم فلم يجد فيهم إلا الأشوس الأبعاس يستأنسون بالمني استئناس الطفل بمحارب أمه، الإمام الحسين قال انظروا إلى السماء. عندما نظروا إلى السماء كل واحد شنو شاف؟ منزلة في الجنة. يقول القاسم هم كان موجود جالس، يقول نظر إلى السماء لم يرى منزلة، تكلم مع عمه الحسين قال له عمي يا حسين أين منزلي؟ أنا عندي منزل في الجنة أو لا؟ قال بني القاسم كيف ترى الموت؟ شلون تشوف الشهادة؟ قال له عمي يا حسين الشهادة معك أعلى من العسل، أحلى من الشهادة. يقول عندما تكلم بهذا الكلام قال له بني قاسم سوف تنال الشهادة، انظر إلى منزلك في الجنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عندما ودع الإمام الحسين ودع القاسم، والقاسم ودع الحسين، صار يمشي الإمام يمشي القاسم إلى الموت، يقول نظر إليه المولى أبي عبد الله الحسين قال له بني قاسم أتمشي إلى الموت بقدميك؟
قال له عم يا حسين شوف هذا اللي خلى القاسم يذكى ويخلد الى هذا الزمان. قال عم يا حسين وكيف لا امشي الى الموت بقدمي وانا انظر اليك لا ناصرا ولا مبين بين جموع الاعداء. ولذلك القاسم عندما ودع عمه الحسين قال له بني قاسم اذهب الى خيمه النساء. لكن شلون يودع عن النساء؟ امه تعلقت فيه. زينب عليها السلام صارت تغفر القاسم على فمه. سكينة لازمة زمام الجوان. يجي الشاعر يوصف هاي الحالة يقول لزمة رجابة سكينة وعمتها بحلقة شمن. لزمة رجابة سكينة وعمتها بحلقة شمن يوم يا ابني جالس هالوقت حيلك العم قضمه الها اليوم انا ذاكرت عينك بالك تخيب ظنوني هز الرمي يحوز جنه يا والده تدعيني رايح انا يا والده ومن غير ما تقليني يما عمي وقيد بكربل والمن اضمن حيد. لكن اكو وصيه للقاسم وصى بها امها واليوم الامهات الفاقدات اولادهن يذكرن وصيه القاسم هذا يقلها اصيت يما وصيه اصيت يما وصيه تسمحي الا بضجوابي يما شبان لا يوم معروم من شم الهوى من دون كل اصحابي ورايح انا يا والده وقت الشرف ذكريني. ودع القاسم امه وصار يقاتل مقاتله الافضال. يقول حميد بن مسلم كنت واقفا وكان واقف بجنب الازدي يقول انقطعت شسعنا على القاسم هوى الى الارض كي يصلحها. يقول نظر الازدي قال علي اثام العرب ان مر بي هذا الغلام لاذكرن به امه وعمه الحسين. يقول قلت له اما يكفيك ما تنظر ان القوم احتوشوا من كل جانب ومكان. اجركم الله واذا بالقاسم على الارض واذا باللعين رفع سيفه ضرب مولانا والله دال ابن زماني بيك دال ابني
Yeah.